السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، كل شي بخير. جمعة مباركة، كنتمنى لكم ان شاء الله نهار يكون زوين ومبارك. انا جيت لكم عاوتاني وجيت واحد الوصفة للشعر، وصفة سهلة بزاف. هاد المرة بالحنة، هذيك اللي كنت حطيت لكم ديك المرة بالسيدر، هاد المرة بالحنة. سميتو المكونات ديالها سهلة جدا، تقدري في ساعة تجمعيهم، دونك ماشي شي حاجة صعيبة. المكون الأول الحنة، على حسب القياس ديال شعرك، على حسب الطول ديال شعرك. هنا أنا دايرة 5 ديال المعالق كبار. هنا كاين نسكافي ولا قهوة سريعة الذوبان، 2 معالق صغار. هنا عندي السواك وشويه ديال قشور الرمان. انا شويه ديال السواك، ها نتوما كي كتشوفوا، وشويه ديال قشور الرمان. هنا عندي الحلبه، لا لاحظتوا ديما تندير الحلبه، الحلبه مهمه بزاف للشعر، زوينه كتوقف التساقط وكتداوي الجلده ديال الشعر. وهنايا عندي الورد، دونك الورد يابس. واخر حاجه ولا اخر مكون نحتاجو ليه هو القطران، ها هو. دونك شويه ديال القطران، هذا غادي نخليوه في الاخر. دونك نبداو على بركه الله. الطريقه كنديروا كاسرونه ديال الماء، المهم كاسرونه كنديروا فيها شويه ديال الماء، شي جوج كيسان هكذاك، جوج كيسان ديال الماء، جوج كيسان حياتي، دونك ماشي دوك الكبار، جوج كيسان موين. كنلوحو فيها الورد، كنلوحو الحلبة، كنزيدو عليهم قشور الرمان والسواك، صافي، وكنغطيو. دونك مهم بزاف اننا نغطيو الكسرونة، باش دوك كي لاحظتوا راه ماشي داكشي، ما زدتوش على الماء طايب، خليته باش هو يغلى فيه، فهمتي؟ ما كيسخن وهذوك المكونات كيطلقوا دوك، كيطلقوا دابا الورد كيطلق داك الفوائد ديالو، السواك الحلبه، والماء كيغلى وهما كيطلقوا. اون فوا كيغلى صافي كنحيدو. وعلاش كنغطيو؟ باش ما يتبحل داك البخار، كيطلعوا غير الفوائد ديال المكونات غادي تخرج مع البخار، داكشي علاش كنغطيوها من الاحسن. دونك كنخليوها حتى تغلى ونرجعوا ليها. دابا نطلعوا على الكاسرونه ديالنا، فوالا ها هو كيتبخ، شفتوا؟ دونك بدا كيتبخ، نغطيه ونخليه يغلى مزيان. وفي نفس الوقت غادي ناخذوا الحنه ديالنا، غنديروها هاد الزلافه فين غادي نخلطوا الحنه. غنزيدوا عليها هذاك نسكافي، غادي نحركوهم مزيان فوالا باش تدخل ديك نسكافي مع الحنه. من بعد هذاك بيان سور داكشي اللي كيتغلى غادي نصفيوه وغادي نلوحوه ديريكت هكداك سخون، ما نخليوهش تيبرد، نلوحوه غادي نخلطو بيه الحنه ديالنا وهو مغلي. فوالا دونك البنات، هاد الوصفه اول حاجه كي قلت لكم مزيانه للشعر، مزيانه للجلده ديال الشعر. الا كانت الجلده ديال شعركم كضركم، انا بعدا شخصيا كانت عندي هاد المشكل ديال الجلده ديال شعري كضرني، وشعري كان كيطيح ليا بزاف لدرجه انني كنت نقدر نشد بحال هكذا الشعره، نشدها ونجرها ما كنحش براسي، كنتنتف هكذا بحال خاصها غير تجبد، كطير ليا هكاك تك كتحيد، ما كنحس لا ما كتوعدني ما حتى شي حاجه. هذيك الجلده كتكون مريضه، الجلده ديال الشعر كتكون مريضه. دونك انا فاش بديت كندير يا اما هاد الوصفه يا اما الوصفه الاخرى ديال السدر،
انا حيت شعري عاود قلت لكم من غير كداوي جلده ديال الشعر كتلون الشعر، كتلون الشعر. انا فيا انا ديال الشيب، عندي شي شيبات كينوضوا ليا من شحال هادي وانا كينوض ليا الشيب، حيت عندنا حنايا عندنا وراثي في العائله، دونك من شحال هادي مره كتنوض وحده وعاد تزيد بالصبايا وداكشي مع المده كيزيد الشيب كيزيد يكثر. دونك كتلون كتعطي واحد اللون بني. كنت وقفت الحنه انا صافي ان بون مومون، دابا مابقيتش كنديرها كندير غير سيدر بوحديتو، ولكن دابا غادي نعاود نرجع حيت توحش داك اللون اللي كتعطي للشعر مارون، وهادي كتعطي مارون، ولا درتي معها الباربا وحوايج اخرين حتى المره اخرى ونحطها لكم هذه الوصفه كتجي بحال الاكاج. دونك انا ندير هادي كيجي شعر مع المده بيان سور، الشعر اللي كحل كيبدا يتفتح كيبدا غادي مايل سورتو مع الشمس كيعطي داك اللون شاطان، واللون والشعر الابيض كيولي بمارون وبيان سور مع المده، بحال على الاقل ديرها غير مره في السيمانه على الاقل، اما كاين اللي كيقدر يديرها جوج المرات في السيمانه. دونك كتلون الشعر ثاني حاجه. ثالث حاجه الشعر كيولي كيبري. يا سي فري كل حنه ما كتوافقش كلشي، كاين اللي شعرو ناشف بزاف ما كتوافقوش الحنه، انا شعري كتوافق ليا الحنه، كنديرو كيولي فيه الحيويه وكيولي كيبري ويولي فيه واحد اللمعان زوين. بون هنا فوالا ها هو غلا، دونك غادي نطفي عليه وغادي ناخد واحد الصفايه ونبداو نحركو في الخليط ديالنا. غناخدو الكاسرونه ديالنا، هانتوما كي كتشوفو فيها كتغلى، انا راه كنفيلمي بايد وكنقضي بايد داكشي علاش ولاو كنخويو، ومن بعد كنحركو. نحركو الخليط مزيان، كنبقاو كنحركو فيه حتى تيولي بحال اون بات، ماشي كيولي عجينه ما تكونش قاصحه وما تكونش خفيفه بزاف. دونك نزيدو مازال، غنكمل العمليه حتى تولي عندي عجينه خفيفه. دونك ها هو الخليط ديالي كتشوفوا، بقات لينا حاجه وحده غنضيفوها اللي هي القطران. فوالا انا القطران اللي عزيز عليا، ولكن ماشي اساسي للوصفه، اللي ما بغاش هو مفيد مزيان للشعر، اللي ما بغاش يديرو ما يديروش، انا حيت كيعجبني غادي نديرو واحد القطرات ديال القطران، ولكن بالحق دابا في الحال فاش غيبدا يسخن غادي ما نبقاش نديرو، حيت عرفتو مع الحراره الشعر كيعرق وداكشي، وسورتو بنادم اللي خدام كاينين الناس اللي ما كتعجبهمش ريحه القطران مي كيعرق الشعر وكيكون صهد. كتعد ما حركنا الخليط مزيان كيعطينا هكا هذا ديكستور. من بعد لابليكاسيون ولا ما غاديرهاش دابا للشعر، دابا ماشي دابا غادي ديروها للشعر، كتخليوها واحد 4 السوايع بحال هكاك، 4 السوايع على الاقل، حتى المكونات كتلق بعضها والخميره والحنه بحال كتخمر، عاد ديك الساعه كديرها للشعر. فوالا انا دابا غنخلي الحنه ديالي كي قلت لكم واحد 4 سوايع على الاقل، من بعد عاد نديرها لشعري. فوالا كنتمنى ان الوصفه تكون عجباتكم، الى عجباتكم لايكيو لا فيديو، واللي ماشي ابوني عندي يدير ابونمون في لاشين ديالي، حيت مره غادا نحط لكم وصفات مجربه وديزاستوس زوينين. فوالا نتمنى نلقاكم على خير، مع السلامه.